علي راياتك علي حدود الكون. يا بلادي راح بتضلي عجبيني تاني، يا بلادي راح بتضلي عجبيني تاني. ولو بنموت من القلة راح نبقاها وننصب القهوة من الدلة ونخبز عالصاج. يا بلادي راح بتضلي عجبيني تاني، يا بلادي راح بتضلي عجبيني تاني. يا غني بغنيكي مر أيوة الأزمان، من أشعاري بهديكي فل وريحان. يا بلادي رح بتضلي عجبيني تاج، يا بلادي رح بتضلي عجبيني تاج. إن شاء الله على روابيك بطل الفرسان، ومن مكة بيجوا ليك يصلوا الحجاج. يا بلادي رح بتضلي عجبيني تاج، يا بلادي رح بتضلي عجبيني تاج. يا داري خالي وعمي لني يا دار وحلي أحبة من تمي داير من دارو. يا بلادي رح بتضلي عجبيني تاج، يا بلادي رح بتضلي عجبيني تاج. فلسطين جنة الله على الأرض، والله حباها بطبيعة جميلة وحلوة ساحلية على البحر وجمال البحر والسهل وما الجبن عامر، وبرضه الطبيعة الجبلية الحلوة، وهذه الجبال مليانة من خيرات الله سبحانه وتعالى اللي حبى فيها فلسطين. فيها السينة وفيها الزعمطوط وفيها الميرمية وفيها الزعتر، جبال فلسطين. ولأنه برنامجنا تراثي اليوم حلقتنا رح تبقى مميزة وجميلة جدا، لأنه اليوم رح ندخل على مزارع، مش مزارع، رح نشوف الزعتر ونشوف الميرمية ونشوف برضو فلسطين اليوم بهمة النشامة الفلسطينية اليوم اللي كل هالخير اللي في جبال فلسطين بجمعوه وبعبوه وبغلفوه وبرضو بصدروه لكل دول العالم وللدول العربية الشقيقة. حبيب أبو شام، حلقتنا اليوم في منطقة جنين وحلقة جميلة مميزة، وين رح تحطنا كاميرا برنامج حروف وطن انا وياكم وابو هشام؟ ما بعرفش ابو هشام بده ياخذ، بدك تاخذنا ابو هشام؟ خذنا يا ابو هشام روح. لولا المحبه على القدامي ما جينا، ولا دعسنا اراضيكم برجلينا، واللي يحبك يجي لك على القدم ماشي. كنا في مقدمه الحلقه حبايب قلبي المشاهدين انه فلسطين طبيعتها الجميلة وربنا حباها بهذا الجمال وحباها بالخيرات الموجودة في سهولها في مروجها في جبالها، ومنها الشغلات التراثية بتتذكر أيام الختيار والختيار الميرمية والزعتر أو الدكة والسين وكل شيء موجود في جبال فلسطين. واليوم الفلسطينية ما شاء الله بهمتهم يبنوا وطنهم، كل هالخيرات هذه صاروا يجمعوها ويجيبوها ويزبطوها ويرستكوها، وحتى وصلت جميع أنحاء العالم. من إحدى الشركات الفلسطينية والاستثمار الفلسطيني، انتم دائما حنقول صناعتنا الوطنيه لازم ندعمها، فما بالكم بصناعه الزعتر والشغلات التراثيه هذه. احنا موجودين اليوم بشركه سنابل النصر في بلده عجه قضاء جنين. هذه الحلقه المميزه بشرفني اني انا استضيف السيد ناصر النصر ابو امام، مدير عام سنابل النصر. هو راح يعرفنا اول شيء عن نفسه وبعدين يعرفنا عن الشركه وتاسيسها وهالشركه شو بتشتغل وهالخيرات اللي من جبال فلسطين ومن سهول فلسطين شو بيسووا فيها في الشركه ووين بتصفى ووين بيودوها. ابو امام بنرحب فيك في برنامج حروف وطن، يا ريت تعرفنا عن حالك اول شيء. حياك الله اخ نافذ، مصبح على عليكم وعلى المشاهدين وعلى اللي راح يشوفوا الحلقه، واحنا بنعتز ونفتخر انهم يدعموا الصناعات ويشوفوا كيف طبيعه بلادنا. طبعا انا اسمي ناصر نصر، جبر علي نصر،
ناصر جبر علي نصير عجاوي. عجاوي مواليد 64. طبعا احمل الدبلوم الهندسي ودبلوم مساحه واحمل المدرب سواكه وهي الامور، لكن انا فتت في بال 87 في هذا الشغل. فتنا كنا انا واخي الحاج نايم في شركه النصر، وبالاخر بال 2013 ارتئينا انه كل واحد ينفصل لوحده يعمل شركه، واحنا اسسنا انا اسست الشركه بشهر 9/2013 اللي هي سنه بالنصر. طبعا خبره قديمه من ال 87، لكن الشركه عندي عمر الشركه هي 4 سنوات، والحمد لله ربنا وفقنا ان نقدر نعمل الصرح والشركه هذه ونعمل الصناعات اللي هي التقليديه او الغذاء اللي كان كل اتجاه العالم عليه اللي بسموه الغذاء الناتشرال، انه نحاول ندخله للمستهلك على اساس شيء يعني طريقه علميه طريقه سليمه، ولكن ياخذ بضاعه طبيعيه اللي هي كان قبل بده مضطر المره تروح تعملها شويه فريكه كل سنه ولا تعملها شويه زعتر وتطلع على الجبال. لا احنا اليوم بنودي لهم اياه للشلف او الرف يشيل. انتوا جبتوه من هالجبال وبيجي وجمعناه وريحنا عليهم، ريحت المساوي زائد بطريقه علميه، يعني انه بضاعه بتكون مخبريا او بشكل حلو مخبريا مفحوصه، الفحوصات المخبريه تكون 100% على اساس تكون مناسبه لصحه الانسان. قديش في عندك عامل؟ يعني ما شاء الله يعني احنا الشركه هون الحمد لله لها اول شغله لها مزرعه تحتوي 70 دونم رايحين نروح عليها، احنا رايحين نروح عليها 70 دونم زعتر زائد الزعتمان، ماده الزعتمان تاعت الشاي اللي احنا شربنا منها هسه هذه. احنا قاعدين نشرب الشاي بزعتمان، الزعتمان هاي كمان الزعتمان كلها زعتمان، ناس كلها زعتمان، في ناس بتقولها غير عن العطريه هذه ابو ولا هي العطريه نفسها؟ لا هي غير عن العطريه، يعني بتكون من مشتقات الزعتر او من فئه الزعتر، لكن هاي لها طعم مميز زي الميرون كل اعشاب طبيعيه. اعشاب ابو امام هناك رايحين نشوف المزرعه ابو امام. طيب المنتج هذا، واحنا بنعرف انه اجدادنا ومياتنا وكلهم زي ما قال ابو امام بكين نطلع مع هالجبال تروح، او في موسم الزيتون لما يروح ويجي وين من ضمن الزيتون اذا في ميلمية في جبال يقطوا ميلمية وزعتر والسعين وزعمطوط وكل الخيرات. ابو امام اليوم هم بلايموين وبيعبون بيجيبون عشان بلاش يزعم البنات اليوم كلهم. لا صحيح، ما احنا بطل، ما هو بطل يصير عندنا ناس احنا يطلعوا على الجبال، لانه كل واحد يعني حتى البيت نفسه المراه في وظيفتها والزلمه في وظيفته والولد في التعليم بيجيبوا لها زعتر لعندها، يعني احنا بدناش نحرم هاي الناس تاكل هذا الغذاء القديم. طيب هذا المنتج ما شاء الله اللي هو كله طبيعي في طبيعي وشيء يعني مفخره فلسطينيه حقيقي، واحنا بنعتز في شركاتنا الوطنية، ومن ضمن رسائل برنامج حروف وطن دعم شركاتنا الوطنية ومنتجنا الوطني صنع في فلسطين، بهمنا الموجودين في الإمارات، موجودين في دول الخليج، موجودين في النمسا، موجودين في ألمانيا، موجودين لما يدخل على السوبر ماركت ويطلع يشوف في ديتشي مكتوب صنع في فلسطين بيفتخر بصناعة بلده. وإحنا قديش دفعنا ثمن غالي توصلنا لصنع في فلسطين. أبو إمام منتوجكم لوين حاليا انتم؟ يعني السوق المحلي والخارجي وين منتوجنا يعني منتوج اذا مباشر وين بتوصل؟ اسمع بالصحة. اذا منتوجنا كسنابل نصر، اذا منتوج يعني سنابل نصر تصدر بشكل مباشر اللي هي عندك الاردن، عمان، عندك الامارات، قطر حاليا، عندك الكويت، عندك النمسا، عندك المانيا، استراليا، كمان في السوق الداخل، كمان السوق الداخل لا يستهان فيه، يعني بياخذوا هاي الماده اساسيه. هسه كمان يعني سياسه الشركه انه هاي زي اللي شفتوه هذا الاخ هون جاي بده ياخذ فريكي، هاي للتصدير يعني اللي كان هسه طبعا اللي تشرف فيه احنا تصادف وجود عرفت عنتنا عن حاله. فواز الشيخ ابراهيم عايش في دبي، انا من كفر راعي وعايش في دبي، والجماعه هذول يعني انا بعتز فيهم وبمعرفتهم وتجارتهم، بضاعتهم باخذها على دبي من 20 سنه. والحمد لله جاب الاخبار عليها في دبي بضاعه شيء مفخر الصراحه، بيجوها بالاسم بدهم اياها، بضاعه النصر وسنابل النصر، بضاعه لها كل الاحترام. فالجماعه الميزه هاي هي عباره عن نباتات زراعيه، هم بيجوا بيصنعوها بطريقه نموذجيه بتطلع شيء مفخره، يعني بيشربوا زعتماني هناك بدون زعتمان. طبعا هاي انا هاي صارت وصلت الامارات الزعتمان والزعتر اسمها زعتماني في الامارات، في ناس بسموها زعتر بلاط، في ناس بسموها زعتماني، ولها عده اسماء، دكه بلاط اسمها بالسعوديه حبك في ناس بسموها حبك. فهذا المنتج اللي هو بيطلع من اراضي فلسطين
واصلا كانوا اجدادنا هم ايضا يستخرجوه من الطبيعه والان اصبحت بكميات تجاريه، تزرع السهول الان بمئات الكيلومترات الدنومات من الزعتر والزعتمان والفريكي، يعني خاصه الفريكي شيء بيعتز فيها الانسان اللي بيجي على عجه بشهر موسم الفريكي. في بيادر هون يعني في الوقت اللي جفت بيادر المزارعين في قرى فلسطين، عجة عملت البيادر وعوضت البلد عن الفريكي، وفرت كميات هائلة. أبو إيش البرتشي؟ أبو بلال أنت حكيت لنا ليت بس الكاميرا معي حبيبنا مصورنا أبو بلال حكى لنا أبو إمام بقول لك إنه في الوقت اللي البيادر راحت اختفت فيه في معظم قرى فلسطين، يعني تقريبا ماشي كل الجميع، إلى أنه في منطقة في بلدة عجة لغاية الآن في بيدر الفريكي، هذا بيضر ان شاء الله بيادر الفريكي. راح ان شاء الله احنا في القادم الايام نيجي ونصور بيادر الفريكي. وابو امام جاب لنا تشكيله هي زي ما انتم شايفين، الزعتر البلدي من شركه سنابل النصر، هذا بلدي شلو بلدي في بلدي ابو بلدي اكسره هذا اسمه اكسره بلدي اكسره بتغلف يعني هيك بيجي مرتب وبنفتح خلينا ندور طبعا صحه وعافيه. لا رب فلسطيني شو بدكم من الحكي يعني؟ قديش في مطالبين بقول لك يا ناس بتكهر فينا في منتجات بلدنا ودينا. هاي بودوا على الامارات وهي بقول لك على النمسا، دوروا لما تفوتوا على السوبر ماركتات في الخليج دور عن فوق. قول وين الزعتر الفلسطيني؟ وين المعلمية الفلسطينية اللي بتيجي؟ ايوه اللي بودوا لكم اياه شلو مجهز. وهي عندك منتوج ثاني يا اخ نافذ اللي هو هذا بدنا نخليك نرجع لورا ايام ما كانت المراه في الحاره، في مره بدها تخلف او بتخلف ريحه الكزحه تفيح في الحاره واحنا صغار بكر عملوها عجينه ونكيف عليها. هسه هيها شايفها احنا منزلينها ومنفوتينها على الناس عشان نرجع لورا 70 سنه و 80 سنه. ابو امام افتح عن جد، واحنا بكينا اولاد صغار يعملوا للنسوان عجينه الكزحه بكين نبسط مشان نوكلها هسه انت بتجهزها؟ افتحها. لا هسه احنا حنعطيهم مواد الخام، يعني عن جد يا جماعه انه افتحها احنا بنعطيهم مواد الخام اللي يشتغلوها زي ما بدهم. هاي بتفوت اليوم على الحلويات. هسه هذا جاهز يا ابو. لا هاي بدك تفوتها على الحلويات. شايف الله، يعني اليوم المره يعني بدل ما بقت المره تجيب المصحان وتتحمس وتطحن وتدور تطحن، لا اليوم نعطيها مطحونه جاهزه تعمل اللي بدها اياه. بحط لكم الكزحه ابو. الله حيوا بابا الفلسطينيين بالبعض الأقصى وين ما راحوا. وبعدين يعني اليوم صناعتنا ونرجع بنقول زي ما بنقول لجميع أهلنا ومشاهدي ومحبي برنامج حروف وطن في الخليج، في خصوصا في الإمارات، في دبي، في لما تدخل على سوبر ماركت اسأل. هاي أبو إمام بقول لك إنه منتوجنا اليوم يعني تقريبا إحنا هينا بنفتح أسواق جديدة، اسأل كل وين البضاعة الفلسطينية. هاي اليوم الكزحة بتيجيكم والزعتر ولا البيرمية. هاي البضاعة مثلا طالعة باسم شركة في النمسا البركة، هاي هذه البركة بتطلع على النمسا فلسطينية. بدها تفوت على ألمانيا، بدها تفوت على، وهذا مشان تطلع على ألمانيا. يعني الألمان النمساوية في أوروبا بشايفوا مبسوطين على صناعتنا الوطنية، صناعتنا الوطنية التراثية اللي هي زي ما أنتم شايفين. أبو إمام إحنا خلافنا معك وهي الفريجة طبعا بقول لك بتيجي وسط، بتيجي خشنه، بتيجي ناعمه زي ما بدها ست البيت. احنا طبعا خضراتنا لسه ما خلصش مع ابو امام، رايحين نروح ونشوف المزارع ونشوف البيرميه ونشوف الزعتر ونشوف الموجود عنده. ابو امام تفضل، بنرحب فيك ثاني مره في برنامج حلو. حياك الله يا سيدي. حبيبي ابو هشام، بعد بشي اذا بدنا نفوت على الجو ونشوف اذا بدنا مش غلط نفوت احنا نوري المشاهدين حبايبنا وين ما بقوا محبي برنامج حروف وطن في كل انحاء العالم يشوفوا كيف الايدي الفلسطينيه والخير اللي بيطلع من الارض الفلسطينيه كيف بتعبى وكيف بيجي لعندكم. يا رب بهمتكم ان شاء الله صناعتنا الوطنيه بامام راح تظل موجوده وراح نفتخر في كلمه صناعة فلسطين. طبعا بدايه احنا هاي المواد الخام او الزعتر الكابل للتصنيع بيكون مخزن في طريقه سليمه بعيد عن الرطوبه عن الحراره. طبعا احنا بيجينا بالبدايه الزعتر من المزارع غير نظيف مع اعشاب مع الشوائب بتاعته، بفوت على مرحله التنظيف. بعد ما يفوت على مرحله التنظيف احنا بنعبيه في اكياس زي هيك، بنعطى كل كيس او كل مزرعه رقم
تاعها اللي هو بدنا نوديها على الفحوصات على المخبرية، بنعطي شوف شو فيها، وبعدها بتتخزن بطريقة سليمة حتى تفوت على التصنيع. طبعا طريقة سليمة احنا بنوريكم هون كيف، يعني مبعدينه عن الجدران، مبعدينه عن الأرض حتى يكون الطريقة ما يكسبش لا رطوبة ولا بكتيريا ولا دواوين هاي. طيب هاي اول مرحله بالنسبه للزعتر. بالنسبه عندنا للزعتمان، الزعتمان احنا بنجففه، من يا ريت احنا نوري هناك صوره، احنا بنجففه بنعبيه في كراتين زي هيك، بيختلف عن الكياس يعني هذاك في كياس، الزعتمان بنحط في كراتين. هاي كراتين هاي بالاخر بعد حسب طلب السوق كيف العبوات تاعته. كيف احنا بنعمل يعني شو مطلوب منا، من جيكيمو ومنعبيه. يعني الصناعة التراثية الفلسطينية، يعني شوفوا كيف انه مشان تشوفوا المنتوج اللي انتم بتشوفوه في السوبر ماركتات صنع بفلسطين، كيف انه شركاتنا بتحافظ على الجودة والمقاييس وعلى كل المتطلبات زي ما انتم شايفين، كيف بيتم تخزينها قبل تصنيعها. ايوه هاي التخزين هاي بتظل حسب الطلب، شو بدهم 100 جرام 200 جرام بدهم زي هيك حلال، يعني حسب الطلب احنا من. طيب خلينا احنا وياكم ابو امام ننزل على تحت عند الشباب اللي بتعبي وبتغلف والماكينات، نشوف كيف بتم تعبئات وتغليف هذه كل المواد الطبيعيه من خيرات فلسطين التراثيه. الله معك ابو هشام، خلينا ننزل تحت عند الشباب. طبعا هذا الزعتر بيجينا هيك من مزارع، الشوائب بتاعته في بعد، وبعدها بنتكل لمرحله التنظيف، وبعدها التخزين في المخزن بعد الفحوصات المخبريه. دخلنا على المصنع او على قسم التعبئه، واول مرحله ابو امام شايفين يا زارعين السمسم، خلي السمسم على امه على جراسه. طبعا هاي احنا فتنا على قسم المحامس. هسه الشغالات احنا عندنا حاليا مع تحميص السمسم. احنا السمسم اساسي من الشغل، بيجينا السمسم مستورد من فوت مرحله التغسيل والتنظيف وفوت على التحميص. طبعا المحامس الثانيه بعدها مش مشغلينها. هسه السمسم هذا مشان يا ورد ما زي ما هذا السمسم، خلينا نذوق. بكو قبل كله ارمى. خلينا نشوف احنا من السمسم بدنا نفوت على الزعتر نشوف برضو السمسم. شايف هذا احنا بنحمس وقت ما تصير بدنا طلبيات ثقيله، يعني انه فينا طلبيات كبيره نشغله. طيب حاليا ماشيين حالنا هناك. ابو هشام خلينا نفوت نشوف على التعبئه. تعال هون بعدين تعبئه فوق. تعال جاي. طبعا هاي عندنا هون طواحين الزعتر البهارات، يعني زي هاي الطاحونه احنا جايبينها مفصلينها زي ما مزاجنا، انه مربوطه بالطاحونه للغربال. يعني ما ايش نطحنه وندخله لحالنا، لا بنغربله ونطحن. خاصة الزعتر بعد ما شفتوه هيك بنفوت على الطاحونه هون اللي هو في على الكيس. من الكيس بيجي هان بنفوته هان. طبعا هان نفسه فيه مربوط في غربال. بترد كمان مرحله. انا شو بيساوي هذا غربال؟ غربل يا غربال على هدات البال. ايوه هسه هذا كمان بفرز الزعتر بعد الطحن، اذا في رملي او في ماده ناعمه بعد ما ننظفه فوق كمان بشيلها على جنب، اذا في كشي كمان حبه خشنه بشيلها على جنب، بناخذ هاي العين. عماد يا فلسطين. يلا يا ابو امام دستور الحكوني. خلينا نشوف هنا شو بيساوي الشباب. هذا القسم ايش ابو؟ هذا القسم تخليط الخلطه النهائيه تاعت الزعتر. هذه الماكينة شو بتساوي؟ بتخلط السمسم، تخلم السمسم مع الزعتر مع السماك مع البهارات تاعته. طبعا هي ممنوع حد يدخل على هذا القسم نهائيا الا الشاب، حتى اذا احتاج سمسم احتاج شغلات الشباب بنولوه على الباب، ممنوع فوت نهائيا لانه هيك. هذا بتمتع هذا هيك جاهز هسه. هذا طبعا كل يوم هذا هيك جاهز هسه. خلينا نشوف بالله نقدم نشوف بس الكاميرا ينزلنا شوال شوي نشوف، او بس في ابو امام اعطينا شوي نشوف بالله بدنا نغلبك. ايوه هيك هيك جاهز. هيك جاهز زي ما انتم شايفين. زي هيك يا للتعبئه يا بروح كيف هذه المرحله النهائيه يعني. أيوة. هيك بروح على قسم التعبئه. هيك بروح على قسم التعبئه اندوك. طبعا هاي المرحله احنا يوميا والله بشاهين شايف هاي المرحله النهائيه يوميا بتفوت تعقيم من الشاب بخلص قبل الدوام ساعة، في عندنا فترة تعقيم ترتيب بتفوت الماكينة معقمة. في بيقولوا بخلطوا معه أملاح وما أملاح وشغلات زي هاي حسب الطلب، مش أملاح يعني زعتر بدون ملح ما بزبط فيه، بس في عندي أنا مثلا ناس بدها بدون ملح، طلبات بدون ملح بنشيل الملح، في ناس بدها بدون ملح الليمون بنشيل ملح الليمون، في ناس بدها زيادة ملح الليمون. يعني في عندنا حسب الطلبيات وكل واحد له صنف فرن، في ناس بدها بزيت زيتون، في ناس بدها بزيت شمس، في ناس بدها سمسم بلدي، في ناس بدها سمسم، هاي كل الطلبيات. خلينا نكمل جولتنا قبل ما نروح على المزارع ونشوف هو مزروع الزعتر والمرمية والزعتمان. الحقنا ابو هشام. امام احنا موجودين باي قسم؟ قسم الفريكه، تنظيف الفريكه وجرشها وترتيبها. يعني انا الفريكه. هاي انا اول مرحله
الجرش. اه هي بتفوت على الجرش، بعدها بتطلع على الغربال المرحله الاولى. شايف تشوف كيف بشيل الغبره، هاي بشيل الغبره بتطلعها، بعدها بفوت على مرحله كمان ثانيه. هيا زي ما انتم شايفين هاي الفريجي، زي ما انتم شايفين هنا لسه الفريجي خشني، هم بيتحكموا. بعد مش فارزه، هي مفروزه بسيطه، اذا بعدها بتفوت على مرحله التنكي، اذا فيها سراره اذا فيها كش لازم تطلع. اها هنا بنيجي للمرحله الثانيه. يا ريت مصورنا ابو هشام ياخذ هالمنظر فوق هيك جميل. هاي اذا في سراره هون، هاي شايفها في سراره صغيره بنطلعها، لازم نطلعها نطلع عليها، هاي لازم تطلع. هاي الفريجه بعد التنقيه، بعدها ما بنعرف زي ما انتم شايفين. هان يا ريت الكاميرا تدخل. هاي المرحله طلع، هاي المرحلة تقريبا خالي من كل الشوائب، يعني ما فيها سرار. هسا هذه المرحلة النهائية، هيش الفريجي ما ظل فيها أي شوائب أو أي ساخ أو أي شيء. هسا بعدها في ماكينة ثانية، هاي بتروح الخزان، بعدها في ماكينة كمان فرز، إذا بدنا نشيل الناعم شوي بنشيله، بدنا ناخذ فجأة بناخذ. بعدها بتروح على التعبئة وعلى تتعبى بشوالات. هسا هيك بدها جاهزة للتعبئة ابو. هاي بدها تفوت كمان على الفرز التلميع، خذ عبيلة. يعني بتعبوها بشوالات وبتبعتوها على الفرز. صحيح في ماكينات مركبات هون، بس بين فكين هن الشباب عشان يستغلوا النقل. هذه هيك بتتعبى بتروح للفرز. هيك بتروح، لا هيك بتتعبى. احنا على الفرز بتروح في شرشيرت او في رفاعه ثانيه، اماكن ثانيه، بس الماكينة سبوريك يا جوا، لكن احنا بتتعبى هيك بالشوال، اما بتروح بالشوال او بدها تفوت على التعبئه اللي هو العلبه الكرتون النهائيه حسب ما بدهم. ماشي، خليكم معنا لسه جولتنا في الصناعه التراثيه الفريجي والميراميه والزعتر والزعتماني ما خلصتش. ابو هشام خلينا نكمل جولتنا. يلا هذا قسم التعبئه، طبعا هذا احنا قسم التعبئه حاطين عليه موجود فيه حريم العنصر النسائي شاطرات معدلات في الاخر التوضيب والتعبئه للحريم بكونوا انشط وارتب من الشباب والقسم الحريم. يلا هشام يعطيهن العافيه. طيب شو طبعا هذا، شوف هاي العبوات، هاي قهوه من انتاج سنابل النصر، قهوه مطحونه، هاي رايحه الشحنه، هاي الشحنه رايحه لقطر. هذه سنابل النصر قهوه طالعه من عندك، من هان طالعه لقطر. شغلكم انتاجكم يعني انتاجكم تبعتنا طالعه لقطر. هاي خذوا هشام جربها، اغلي لنا غلوه. طبعا لازم تجربوها صحيح. احنا والمشاهدين خذ اغلوا منها وقولوا لنا شو رايكم. طيب خلينا نكمل هنا. شو ملوخيه شايف انا؟ صحيح هذا فعلا. طيب قدم لك قدام ابو، خلينا نشوف النشميات الماجدات الفلسطينيات. يسلم الايادي، صنع بفلسطين. إيه هذا قسم التعبئه، هنا شو بيعبوا هسه حاليا؟ هسه هذا بيعبوا ملوخيه في طلبيه عندنا للناس، يعني كل شيء طبيعي بفلسطين من الميرميه للزعتماني لهذا ابو امام حتى الملوخيه. تفضلوا. هاي في عنا طلبيه للنمسا، طبعا من ضمنها فيها شويه ملوخيه وفيها بهارات. هاي بوش ملوخيه في النمسا يا ابو بلال؟ هذول الشعب المساكين اللي تهجروا من سوريا وين راح ياكلوا ملوخيه فعلا. هسه هاي الطلبيه بنعبي فيها للنمسا ملوخيه. قديش تحطين كلمتين؟ راح ينحطين ينحط عليها صنع فلسطين. لا هسه مش هيك، ما يبي لها باكيت. لها باكيت خاص. هسه بتعبى في لها باكيت خاص. في عندنا باكيت جاهز ملوخيه؟ عليهم طبعا. طب طبعاً وين الطبعه تاعتها؟ طيب بعد ما جابوش، بعد ما طبعوها. في عندنا طبعه زي ما وريتك، المرتبان الزعتر البركي مكتوب عليه. هاي الطبعه لشركه في النمسا البركي، هي بنعبي لها كل منتجاتها. اتوقع في لها كمان غير الملوخيه، فيها لها بهارات، في لها زعتر، في فريكي، في خلطه الفلافل، في يعني كل المواد. ابو امام في سؤال احنا ما سالناهوش. تفضل. شركه سنابل النصر، ها
هذا المشروع الوطني الفلسطيني اللي احنا بنعتز فيه. قديش عندك ايدي عامله بتشتغل فيه؟ يا سيدي قلت لك شركة سناب النصر إلها أقسام طبعاً. إحنا إذا شفتوهن في المصنع بتلكوش 10-15، بس شركة سناب النصر إلها المزارع، إلها أفرع، إلها مخازن، إلها محلات في جنين، في برطعة. يعني تقريباً شركة سناب النصر بحدود من 60-70 عامل وعاملة. 60-70 بيت. 60-70 يعني بيت فلسطيني بيعيشوا. اللي الراتب مع موظفين. موظفين. هذولا بيشتغلوا في شركة سناب النصر. أنت لما بتدخل على السوبر ماركت أو المحل في أي دولة وبتشتري من المنتوج الفلسطيني، شوف أنت أكم بيت فلسطيني عايش من وراء هذه الصناعة الوطنية اللي إحنا بنعتز فيها. أبو إمام ضلي شو لنسد الباب على رأيك. انت يا سيدي بتشرفونا على طول يعني. واللي على المزارع جت على المزارع. يلا بنروح على المزارع. طبعا كل التحيه لشركه سنابل النصر وادارتها الاخ ناصر النصر، وزي ما قال لكم انه الايدي العامله الفلسطينيه، يعني كل شيء بيجي من ارضنا الفلسطينيه واللي بتصنعه ايدي فلسطينيه. طبعا الايدي الفلسطينيه العامله هي من الجلسين، يعني في ما شاء الله من اخواتنا الماجدات هنا بيشتغلين في قسم التعبئه، واحنا طبعا معانا هدايا من اللي ساهموا في انتاج برنامج حروف وطن، شركه لاكي بيبي، شركه الشرق العربي لصناعه الفوط، وشركه الراجح للمنظفات الكيماويه، وايضا نفتخر انه معنا شركة سنابل النصر، ورايحين تشوفوها ان شاء الله خلال الحلقات القادمة. ابو امام معنا هديتين، وهديتين من شركة لاكي بيبي، شركة الشرق العربي لصناعة الفوط. انت عندك اطفال قلتي لي ولا تاخذي سائل جلي؟ بدها تسائل الجلي. ابو امام ما تعرفناش عليه. فلسطين عادل قاسم سلام. عاشت فلسطين والله. عاشت الاسامي. ابن خالد معالي. معالي نادرة تاي عمرية. الحجة منال سلام اسماعيل. الجويات الله حييتن. هذول اربع هدايا. تسلموا على كل باكيت فيه ما شاء الله تشكيله. فانا بقول بعد ما تخلصن، لانه هنا ممنوعين تنفتح اي شيء بالكلب من الصناعه، بتقعدن انتن برا بتتفقن، بتفتحن الكراتين وبتشوفن لمين تعطين الاولاد ولمين تعطين سائل الجلي ولا لا. ابو امام احنا ما لناش علاقه. يسلم وديتن يعطيتن العافيه. ابو شكرا لشركه الراجع، شكرا لشركه، وشكرا لسنابل النصر برضه اللي مساهمين معنا بانتاج البرنامج. كان فلت النسوان يشتغلن على طول. قلت لي النسوان في الشغل احسن من الزلام. طبعا اشتغلن اعطيتن العافيه. يلا روحوا تاخذوا نهار على سبعي ما يقدر يحاكينا. واحنا الشباب البلد واحنا كراسيها، واحنا سيوف القناة وتمركزت فيها. في يعني هذا في منه بتودوه للتصنيع، وفي منه زعتر للتصنيع طبعا. بس حاليا في هاي الايام بهاي الاسواق احنا هذا بنزل على السوق المحلي، السوق المحلي للخضار. يعني للخضار للناس اللي بدها تعمل زعتر في التصنيع. قصة التصنيع بتبدا عندنا من شهر 5 لشهر 11 لشهر 10 عفوا. هسا بعدها تقريبا هاي البضاعه ما بتزبط معنا للتصنيع، لانه ايش بتكون هاي البضاعه حرام تروح للتصنيع، بتروح للاستهلاك للفطاير اللي بيحبوا يعملوا معجنات وبيحبوا يعملوا معجنات ومناكيش. هاي الزعتر من بنزل على السوق زي ما انتم شايفين، بتعبى في صناديق في كيلو 2 كيلو وبنزل على السوق. اشمتنهم تقريبا انت ابو زارعين هنا من الاعشاب اللي انتم بتتم تصنيعها؟ احنا زارعين هون 60 دلم زعتر للمصنع، وطبعا 10 دنومات زيتمان تجربه كبدايه، وان شاء الله احنا رايحين نفعل السوق سنه سنتين بعدين نحاول نزيد في الزراعة، نزيد بالزراعة. أبو إمام زي ما أنتم شايفين أترككم مع لقطات، تطلعوا مزارع الزعتر الزعيتمان. طبعا الزعتر الفلسطيني بيجي أنواع الزعتر ولا خلاص زعتر زعتر أبو؟ لا هو في أنواع يعني. إحنا الزعتر حاولنا يعني صار أنواع أنه مقاوم للبكتيريا، مقاوم للأمراض، يتحمل الظروف، مثلا يتحمل العطش أحيانا.
زائد انه يعطينا نسبه انتاج عاليه. هسه هاي هذا الزعتر اسمه شيء اسمه الدي 4، يعني بضاعه محسنه ماخوذه من البلدي، بس طبعا يعني اصله بلدي، امه وابوه بلدي. طبعا بلدي هو زعتر، امه وابوه بلدي. وابو امام احنا عند الزعيتمان، الزعيتمان او الزعيتماني، الزعيتماني او الزعيمه او عشبه الشاي او دكت العدس، كله هذا دكت العدس بنحط مع العدس. كيف؟ لا لا، في منطقه الشمال المغاره المناطق بسموها دكت عدس، دكت عدس. في السعوديه بسموها حبك، حبك يعني لها اسم ابو، يعني كل بلد لها اسم معين. ابو امام بكل يعني حط ايدك هيك وامسح. يا سلام على الريحه، ريحه الزعيتماني هذه مع الشاي بتجنن. هاي رهيبه مع الشاي، مع الشاي. احنا ويا ابو بلال من الامارات بصور للامارات قاعد هنا، وبلال يوريهم الزعيتماني. تعال ابو جاي، ابو بلال تعال 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 معنا، تعال معنا، تعال تعال يعني باخو كبل ابو بلال. تعال النفس يعني ايش بيفتح النفس، خليك شوفوا. تعال ابو، خليك جنب ابو. يعني باخو كبل زمان علوج ابو يحملوا العروس ضمت ولد. اليوم ضمت زعيت، طلع ابو بلال حامل ضمت زعيت ماني، ويروح لف الجبل يجمع له ضمي. هسه قدامه ما شاء الله الدنومات مزروعه، ويعمل شاي كل يوم، وكل وجبه يحط شاي بزعيت ابو بلال. انت هناك مع الزعترات طبعا، مع الزعترات. ابو بلال ابو بلال بيوزع زعيت ماني، بيوزع مبكت شلاته في الامارات. قرر ياخذ شوي خضر ابو بلال معه. انا مسافر بكره بده ياخذ معي، مسافر بس على الامارات بالسلام. ان شاء الله يعني راح يحضر الحلقه وهو في دبي. ابو ان شاء الله ابو امام من الزعتمان والزعتر، زي ما قلنا راح يبقى لقائنا الاخير مع ابو بلا ابو امام بس مش انا، في المصنع هناك، ونسمع رسالته الاخيره. ابو هشام زعتم لك شويه مع المشاهدين هيك، خلي مش يمد لي حدا بتطلع لي حلو. أعزائي المشاهدين، بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا من برنامج حروف وطن. شفتوا الزعتر وشفتوا الزعيتماني وأراضينا المزروعة بالخير، شفتوا كيف التصنيع في شركة سنابل النصر. بدينا مع أبو إمام، ننهي مع أبو إمام. أبو إمام بنهاية حلقتنا، شو في عندك رسالة حابة توجهها أنت لأي جهة؟ إحنا والمشاهدين طبعا احنا رسالتي، انتو شفتوا كيف احنا قاعدين بنشتغل وقاعدين بنتعب وقديش عاملين بنعمل للمزارع والترتيب، بس بكون الواحد هو مبسوط، لكن للاسف المنغصات والروتين القاتل خاصه للتصدير هو اللي عاملنا اكبر مشاكل. يعني لا يعقل هذا الحكي، انه اذا احنا طلبنا شهاده صحيه واذا طلبنا خدمه للصد للتصدير انه نقعد 20-25 يوم تخلص الشحنه. يعني صارت عندنا احنا الاهم في دول مجاوره، احنا الحمد لله صرنا اذا بدنا نعمل شحنه صارت بالاول نشتغل على 20 يوم 25 نخلص اوراق، وبعدين نيجي خلال 8 ساعات نعمل شحنه. حتى كنا قاعدين يعني صرنا نفقد كثير من المستوردين لبضاعتنا، لانه ما عندنا التزام في الوقت للاسف. وهذا حكي مش خلل في المصانع ولا خلل بالشركات، وانما خلل في مؤسساتنا في 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 الروتين القاتل اللي قاعد بصير. كل يوم بيطلعوا لنا بتوقيع شكل، كل يوم بورقه شكل، كل يوم قاعدين بفوتوا لنا على شغلات قديش بيقدروا التعقيد للتصدير، بالرغم انه اذا احنا بنستورد في شيء اسهل منها ما شاء الله. يعني عباره لازم يكون احنا شعب مستهلك، بهي السياسة عبارة عن شعب مستهلك وليس منتج، وهذا الحكي بقتل أي دولة في العالم. لو قد ما تكون ميزانيتها، لو قد ما تكون إدارتها، إذا استملنا في هذا الإدارة راح يقتل أي شعب في العالم للأسف. يعني إمام شكرا لك. يعني زي ما حكينا بإمام، في دول مجاورة خلال يومين ثلاثة بتكون معاك شهادة المنشأ والصحة، إحنا بتتأخر لروتين الفحوصات. فإحنا أملنا كبير، وبنعرف إنه الجميع بحرص على صناعتنا الوطنية، بحرص على إنه هذه المصانع والشركات فاتحة بيوت وموظفين وعمال، وأيضا بتدخل عملة صعبة للبلد، وبنفس الوقت بتدعم خزينة الدولة بالضرائب. علشان هيك أملنا كبير إنه كل هالإجراءات إنها تتخفف بطريقة ما. أبو إمام شكرا لك. نزل الفطور زي ما أنتم شايفين، الفطور الفلسطيني، الزعتر والزعيتمان والدكة والسمسم والزيت البلد،
البلدي والمخلل، وهي البندورة البلدية. بدنا نفطر احنا ابو هشام كل ما نوه راه شغله يكون يشتغلها، خلينا احنا وبإمام نفطر. شكرا لجميع الشركات الداعمة والمساندة والتي ساهمت بإنتاج برنامج حروف وطن، شركة سنابل النصر منشكرهم، أيضا شركة الشركة العربية لصناعة الفوط، وشركة الراجح للمنظفات الكيماوية، وشركة ومصنع بوزة الأرز. كل الاحترام لهم جميعا، هذه بلدنا، هذا تراثنا، هذا اقتصادنا، هذه دولتنا، بدنا نبنيها إن شاء الله. أبو إمام إن شاء الله راح يصير، راح يصير التسهيلات جاي والخير كله جاي. ابو هشام بدك تفطر معي ولا بدك تروح مع المشاهدين؟ لا بدك تفطر، حط هالكاميرا وتعفطر الى اللقاء. علي راياتك علي حدود الكون. يا بلادي راح بتضلي عجبيني تاج، يا بلادي راح بتضلي عجبيني تاج. ولو بنموت من الكل راح نبقى وننصب القهوة من الدل ونخبز عالصاج. يا بلادي راح بتضلي عجبيني تاج، يا بلادي راح بتضلي عجبيني تاج. يا غني بغنيكي مر الأزمان، من أشعاري بهديكي فل وريحان. يا بلادي راح بتضلي عجبيني تاج، يا بلادي راح بتضلي عجبيني تاج. إن شاء الله على روابيك بطل الفرسان، ومن مكة بيجوا ليك يصلوا الحجاج. يا بلادي راح بتضلي عجبيني تاج، يا بلادي راح بتضلي عجبيني تاج. يا داري خالي وعمي لني يا دار وحني احبى من تمي داير من دارو. يا بلادي راح بتضلي عجبيني تاج، يا بلادي راح بتضلي عجبيني تاج.